بهدف نشر الوعي لثقافة إعادة التدوير والاستدامة الدائمة، يصل إلى طرابلس المعرض المتنقل للمنتجات المعاد تدويرها إلى المتحف الليبي المعروف باسم القصر الملكي. فكرة المعرض هي المحافظة على البيئة عبر استغلال المواد والنفايات التي كانت تدفن في المكبات. فكرة المعرض هي إعادة واستخدام أو تدوير بعض النفايات اللي كانت يعني تدفن في المكبات، كيف إن الإنسان يستغل هذه الأشياء وإعادة تدويرها واستخدامها من جديد، محافظة على البيئة. والفكرة يعني ممتازة جدا، يعني حسب المعرض تشوفوا بعض المقتنيات وبعض الأشياء كيف تم إعادة تدويرها واستخدامها. ناشطون ليبيون بيئيون أشادوا بفكرة المعرض، معتبرين أنها تساعد على التخلص من النفايات بطريقة حضرية ليستفاد منها في خلق فرص عمل بأياد ليبية. المعرض تقديري له ممتاز وأكثر، الشكر للمنظمين أولاً، والنصيحة للشباب أن يحاولوا يستفادوا من وجود هذا المعرض في التفكير في مشاريع ناشئة الغرض منها إعادة التدوير والتخلص من النفايات المتراكمة في أكثر من مكان. أعتقد أن لو اتجهوا الاتجاه هذا نشوفوا نهضة كبيرة في التخلص من النفايات بطريقة حضرية ويستفاد منها في خلق فرص عمل بأيادي ليبية. المعرض المقام على مساحة 150 متراً مربعاً يروي قصة رحلة مصممي المعرض نحو الاستدامة البيئية. سافر إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والشرق الأوسط قبل أن يحط رحاله في طرابلس ليحث الليبيين على فعل الشيء نفسه. هذا المعرض الذي أقامته وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية بالتعاون مع إدارة الأثار الليبية اكتسب شهرة عالمية، خاصة من الداعين للمحافظة على البيئة، آملين أن يحث المجتمعات على دفع الأشخاص إلى إعادة التدوير. توني مزرعاني، الحدث.